نعم، لكن على المستوى السياسي أيضا كان هناك تغير. أدانت أمس الأمم المتحدة قوات الدعم السريع ووصفت أعمالهم بالأعمال الوحشية. هذه الإدانة هل فعليا في وقتها أم كانت متأخرة بعد 90 يوما من هذه المعارك؟ أقول لك لو تمت هذه الإدانة منذ اليوم الأول أو الأسبوع الأول لم تكن هذه الحرب اللي تطاول، لأن المسار سوف يكون مختلف. سوف يتم تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية لن يجد القبول لا داخليا ولا خارجيا، لن يجد أحد حتى معاونيه من الداخل لم يكونوا يجرؤون على معاونته. لماذا؟ لأنه منظمة إرهابية، منظمة تسطو وتتخذ الجرائم، ترتكب الجرائم. لذلك عدم إدانة الدعم السريع طيلة هذه الفترة هي التي ساهمت في تطاول المعركة وعدم حسمها من الأول. الآن يتباكون على الجرائم، لا بأس أن تأتي متأخرا، خير من أن لا تأتي. هذا سوف يساهم في يعني القضاء على سمعة الدعم السريع وعلى تصنيفه كمجرم كما تتم إدانته الآن من الأمم المتحدة ومن منظمة هيومن واتش، رايتس واتش، وأيضا من يعني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مجلس العموم ومن كذا. يعني تتم هذه الإدانات الآن مؤخرا، نرحب بهذه الإدانات ولكنها جاءت متأخرة. نعم دكتور، كيف سينظر المجتمع الدولي إلى قوات الدعم السريع بعد هذه الإدانة من أكبر مؤسسات وهي الأمم المتحدة؟ وهل سيغير المجتمع الدولي من تعامله ومن نظرته لهذه القوات؟ أخي الكريم، الدعم السريع الآن صار يعني أثرا بعد عين. أنا أقول لك تم قصم، ناس يقولون 50% وناس يقولون 80% من القوة الرئيسية للدعم السريع من حيث السلاح ومن حيث الجنود، عدد الجنود تم قصمه تماما. ووضح للجميع، حتى أنتم في الإعلام تعلمون أن الهدف الأساسي الأول للدعم السريع الذي جاء به وهو الاتفاق السياسي الإطاري الذي يجمع بينه وبين قحط المركزية، هذا صار ليس أثر بعد عين ولكن ثار مواتا خراب، لا أحد يجرؤ على ذكر ذلك. لذلك والآن إذا توقف الدعم الخارجي الذي يأتي للدعم السريع والذي يحاول نفخ الروح فيه بعد هذا الممات، إذا توقفت كل ذلك لا يوجد دعم سريع الآن. بعد شو أنا أقول لك، وهذه قراءة تحملها، بعد هذا اليوم لن يعد للدعم السريع لا مكانة سياسية ولا مكانة عسكرية ولا وجود، لأنه مارس الجريمة. أنا أقول الآن يعني يختلف الناس سياسيا أوكي، لكن الجرائم التي مورست على الشعب السوداني وهو شاهد عليها ومتأثر بها ومتضرر منها لن يدع مجالا بعد اليوم للدعم السريع.